Technoplanète. Information. Claire et net. Claire et net. متابعونا الكرام، أهلا وسهلا بكم في التسجيل 18 من التسجيلات الخاصة بكيفية التعامل مع الحاسوب بالنسبة للمبتدئين. عيدكم مبارك سعيد، أهله الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. كنا توقفنا عند كيفية البحث داخل شبكة الأنترنت، وقلنا بأننا في هذا التسجيل سنتعرف على كيفية حفظ المعلومات من شبكة الأنترنت إلى الحاسوب. موضوع الحفظ ينقسم إلى ثلاث طرق. الطريقة الأولى هي أخذ محتوى الصفحة، المحتوى النصي، ولصقه في برنامج معالج النصوص سواء كان البلوك نوت أو الميكروسوفت أوفيس وورد. الطريقة الثانية هي حفظ الصفحات من خلال الضغط على كنترول S في المتصفح وحفظ الصفحة باسم، ثم يمكنك أن ترجع إليها في المستقبل. الطريقة الثالثة هي تنزيل الملفات. الطريقة الثالثة هي الطريقة التي يمكننا من خلالها أن ننزل الملفات التي تكون موضوعة على شبكة الأنترنت مثل البرامج وكتب وملخصات وإلى غير ذلك. قبل الدخول في موضوع الحفظ، أحببت أن نعرج على موقع مهم وهو موقع اليوتيوب. سندخل إلى الأنترنت من خلال الذهاب إلى سطح المكتب ثم جوجل كروم أو الضغط على ويندوز بلس إغ وكتابة www.youtube.com سنتعامل مع الموقع بنفس الطريقة التي نتعامل من خلالها مع موقع جوجل. يوتيوب جوجل كروم كليكابل ديالوج كنترول أوريجين كي نصعد إلى بداية الصفحة، ثم نضغط على حرف E كي نبحث. كليكابل بانير ريجون كليكابل ريشيرش ريجون ريشيرش إيديسيون ريشيرش بانير ريجون ريشيرش ريجون نبحث عن تكنو بلانيت T E H N O K N O P L A N E accent T E بلانيت حتى نتعلم كيفية التعامل مع الفيديوهات الخاصة بموقع اليوتيوب. نتحرك بحرف الأش لنرى رؤوس الموضوعات. dernière vidéo de Techno Planet كوكب التقنية. آخر الفيديوهات خاصة بكوكب التقنية. كليكابل 10 أجهزة التسجيل والاستماع تشغيل الوسائط بواسطة جهاز بوكسيس de Techno Planet كوكب التقنية. lien jour 15 minutes 39 lien 10 أجهزة. نضغط بالإنتري كي نفتح الفيديو. visiter principale région clip ماجكا كي نوقف الفيديو. كنترول أوريجين ديالوج نحن في بداية الصفحة، بإمكاننا أن نضغط بحرف الأو كي نتوجه مباشرة إلى المكان الذي يتوفر فيه أزرار التحكم بالفيديو. principale région cliquable complémentaire région ننزل بالأسهم. barre de lecture potentiomètre 0 minute S 1 seconde S sur 15 minute S 23 seconde S هذا الشريط خاص بالدقائق. بوتون لير كا لير كا هل لو ضغطت على الكا سيبدأ بقراءة الفيديو؟ لا، نضغط انفيديا بلس كا كي يبدأ قراءة الفيديو. ننزل بوتون سويفانت شيفت بلس ان انتقال الفيديو التالي. بوتون ديزاكتيفي لو سون ام ايقاف صوت الفيديو. كليكابل 0h01 بار اوبليك 15h23 بوتون ليكتور اوتوماتيك ديزاكتيفي بوتون سو تيتر نون ديسپونيبل بوتون دو منيو ريدوي اخرى لن نتحدث عنها. ماج بي او ماج اف كلاهما سواء. ديزاكتيفي لو سون ام بوتون سويفانت شيفت لير كا بوتون نبدا قراءة الفيديو بالإسباس. تحملوا الصوت المرتفع. لو ضغطت بالأنسر إسباس سأدخل في وضع التفاعل. لو ضغطت على الإسباس كي يبدأ الفيديو. لقد قمت بتخفيض صوت الفيديو من خلال الضغط على السهم الأسفل. ضغطة طويلة وصوت ينخفض الآن. أرفع الصوت بالسهم الأعلى. نخفض بصوت الأسفل. مسافة يقوم بإيقاف الفيديو. مسافة يقوم بتشغيل الفيديو. شرطة أن أكون داخل وضع التفاعلي. سهم أيسر يرجع الفيديو قليلا. سهم أيمن يقدم الفيديو قليلا. 15 على ما هكذا يعني، ولكن كلهم كت يعني ملك الديسي على ما كيقول لك. تحية خاصة لسيد يوسف حسين أبو حمزة المغربي. إذا أنسر إسباس كي نخرج من وضع الفيديو. إذا بهذه الطريقة نتحكم في الفيديو. توجد هناك طريقة للتنزيل بواسطة برنامج الأنترنت دوت مانجر، لكن لن نتحدث عنها الآن كي لا أطيل في الشرح. نغلق الموقع بألت إف 4 أو نضغط على كنترول بلس إل. بار دوتي بار دادريس في لبار دوتي وفي لبار دادريس نمسح ما مكتوب هنا، ثم نكتب www.google.com
google.com recherche région rec البحث وسمعنا هذه الرنة تدل على أنني في وسط الحقل التفاعلي F F يمكن أن نكتب هنا أي شيء أغاب مقبا سأكتب دروس مادة الفلسفة دال و دو مادة الفلسفة الفلسفة اسباس ثانية كا و ري ألف أنتخي باكالوريا دروس مادة نقلب اللغة إلى الإنجليزية أو الفرنسية فرنسي ثم رؤوس الموضوعات مود ريشيرش تيتر ريزولتا بور دروس مادة الفلسفة ثانية باكالوريا لين سايز افيك لورتوغراف دروس مادة الفلسفة ثانية باكالوريا لين تيتر نيف برينسيبال ريجون كليكابل ريزولتا دو ريشيرش تيتر نيفو 1 كليكابل الفلسفة الثانية باك علوم فيزيائية ناقص الو سكول ناقص الو شول تيتر نيفو 3 سنستخدم التصفح المتعدد الألسن أو ملتي أونجلي كنترول أونتري تفتح هذه الصفحة في تبويب مستقل ننتقل إليه بكنترول بلس تاب كي أفتح نتائج متعددة وأرى النتائج دون أن أدخل وأخرج من هذه الصفحة ليست دو أن إليمون كليكابل الفلسفة الثانية باك أداب ناقص ألو سكول ناقص ألو شول تيتر نيفو 3 هذا تقريبا نفس الموقع الذي دخلنا إليه سابقا وكي نتأكد نرجع بماج أش كليكابل الفلسفة ننزل بالسهم فيزيتي لي HTTPS باروبليك باروبليك 3W.alloschool.com كورس يعني هذا هو اسم الموقع HTTPS A-L-L-O-S-C-H-O-M-Espace-Simple-Guillemets-Fermant-Espace-C-O-U-R-S course H مرة أخرى liste de l'un élément cliquable الفلسفة الفلسفة أداب ثانية بكالوريا كذا ننزل نرى هل هو نفس الموقع lien HTTPS baroblique baroblique 3W.alloschool.com course هو نفس الموقع يعني نفس العنوان الذي سمعناه قبل قليل هو نفس العنوان الذي سمعناه الآن نبحث عن دروس في موقع آخر cliquable الفلسفة اثناني الماني باك كيزاكو تيتر نيفو 3 lien HTTPS baroblique baroblique 3W.kizako.com SPC هذا موقع الفلسفة اثناني الماني باك أنا نزلت بالسهم الأسفل ثم تحركت ماج أش نفتحه في صفحة مستقلة ونرى هذه النتائج قال فيزيتي يعني زرت الرابط وأنا في صفحتي الآن أنتقل بكنترول بلس تاب الفلسفة الثانية كليكابل نافيغاسيون ريجون ليست دو كان أدخل في اكتشاف الصفحة مباشرة أبحث على النصوص أور دو ليست برينسيبال ريجون ليست دو 13 إليمون ليست دو أن إليمون الولوجي إلى الوثائقي ساليدرات ماج الولوجي الصفحة للاشتراك copyright 2022 لين نتحرك لم تعطيني اي شيء كنترول اوريجين نافيغاسيون ريجيون لين لوشول نتحرك بالرؤوس الموضوعات برينسيبال ريجيون الفلسفة الثانية باك اسهم الان ليست دو 6 ايليمون لين ماروك لين ليست لين دوزيام باك لين اور دو ليست لين لوشول لين 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 ليست بوتون دو منيو ريدويس او منيو ليست دو 2 ايليمون لين البرنامج البيدار لين اور دو لي بوتون دو منيو ريدويس او منيو تيتر نيفو 2 المحتوى بريميوم الف ليست دو ان ايليمون الولوجي الى لو الولوجي الى مقاطعة الفيديو باستثناء استريسك مقابل اشتراك بقيمة 100 طيب هذا الموقع في الغالب يعني مدفوع نغلقه أو نغلق أبوه بصراحة الفلسفة أغلقت بكنترول دبليو نرى الموقع الثاني كليكابل بانيا يعني كي تعرفوا الاختصار كنترول دبليو يغلق الصفحة المفتوحة الحالية ويترك الصفحات الأخرى بما أنني أستخدم التصفح المتعدد الألسن فكنترول دبليو تغلق الصفحة وتبقى الصفحات الأخرى مفتوحة إذن بوتون إيماج شيفت ألت سهم أسفل كي ننتقل بتكست ناف ليست دو 5 إليمون لين كي سومنو من نحن أور دو ليست إنفورماسيون سور لو Une région liste des 5 éléments qui sommes nous, liens nous connaître. Hors de liste copyright 2020, titre niveau 2, ma BNF avait loué le bac, moins 30%. Bannière régionale. Principale région liste de un élément. Dorum self. Lien deuxième année bac. Lien séparateur. Hors de liste. Lien bouton. Lien mouche zéo. Alors titre niveau 2. Achars. Lien bouton lire le cours. Titre niveau 2. Alraïr. Idan yu'atini huna l'anawin. Lalou t'harrakt bainaha bili titre. الشخص تيتر نيفو 2 مجزوءات ربما الشخص الغير مفهوم النظرية والتجربة تيتر نيفو 2 مفهوم الحقيقة تيتر نيفو 2 لين بوتون ليغ لو كور يعني بوتون ليغ لو كور قراءة لين مجزوء السياسة قراءة النص مجزوء تيتر نيفو 2 مفهوم الحق لين بوتون ليغ لو كور تيتر نيفو 2 الدولة لين تيتر لين مجزوء لين بوتون ليغ لو كور ليغ لو كور زر قراءة النص ونرى ماذا مفهوم الحقيقة ناقص كيزاكو بانيا ريجون 9 بار اكزامبل نافيغاسيون لين ايماج سان ليب ليست دو 5 ايليمون كليكابل لين كور لين كي لين لين سو كونيكتي نتحرك برؤوس الموضوعات aucun titre suivant lien hors de liste séparateur hors de liste naviguer la leçon lien vidéo lien fiche de cours lien test interactif lien exercice corrigé elle fait sa fin lien toutes les leçons technique et astuces proche d'informations sur le contenu régie hors de liste lien plus 212 abonne-toi à Keizako seulement grave lien voir nos offres liste de 5 éléments lien nous connaître lien fiche de cours fiche de cours يعني lien vidéo naviguer la leçon lien test interactif lien exercice corrigé elle fait sa fin lien toutes les leçons lien fiche de cours lien vidéo lien fiche de cours lien vidéo نرى ماذا سيقول الحقيقة بوصفها قيمة ناقص كيزاكو بانيا ريجون 9 بارغ لا image
lien hors de titre niveau 1 الحقيقة lien deuxième année bac lien séparateur hors de liste visiter lien bouton retour cours الحقيقة تبي وصف فيها قيمة chapitre visiter lien الحقيقة تبي و lien معايير الحقيقة صفر minute lien الحقيقة والرأي صفر minute lien تقديم الحقيقة 11 minute information sur le contenu région liste de 4 hors de liste تقديم الحقيقة سيبدأ القراءة غالبا تقديم الحقيقة ناقص كيزاكو بني ريجونا لايماج لياس لياس اور دو تيتر نيفو 1 تقديم لين دوزيام اني سيباراتور اور دو ليست فيزيت تقديم الحق شابتر فيزيت لين الحق لين معايير لين الحق فيزيت لين تقديم انفورماسيون سور لو كونت اور دو ليست ابون توا كي سولمون غرافيك حتى هذا الموقع لا يعطينا شيء مضبوط صراحة دروس مادة الفيس للاسف ريشيرش اسوسي تيتر نيفو كليكابل دروس الفلسفة السنة الثانية بكالوريا مسلك العلوم الفيزيائية تيتر نيفو 3 لين لياج بوتون دو 20 مي 2020 ملخصات دروس الفلسفة السنة الثانية بكالوريا مسلك العلوم دروس ربما هذا الموقع يعطينا شيء مهم فيزيتي. أنا تعمدت أن أمر بكم على تلك المواقع كي نعرف أن ليس كل ما يقال في نتائج البحث يوجد فتحت في لسان مستقل أو في أونجلي مستقل بكنترول أونتري ثم كنترول تاب دروس الفلسفة السنة وصفحة جوجل صفحة نتائج تبقى مفتوحة يعني دائما وأبدا كيكابل دروس الفلسفة السنة برانسيبال ريجيون المواد ذات صلة لين أكثر دروس الفلسفة نرجع إلى دروس فلسفة تحرك بالأش 20 برانسيبال لين علوم لين تمارين لين سلسل تابلو دو 17 لين دو كولون عناوين الدروس نحن في جدول عناوين الدروس كولون دو درس لين 3 مفهوم اللغة درس كولون دو لين تحميل اعطيني تحميل بورديو دو تابلو لين تحميل بالتحميل طيب هذه الدروس يمكن ان احملها ولا يمكن ان نقراها الان لين 4 عناوين الدروس صراحه يعني وقعنا في مساله التحميل دون ان ندري لين 3 درس كولون دو لين تحميل عناوين الدروس كولون مفهوم اللغه مفهوم اللغه لو ضغطت درس كولون دو لين تحميل التحميل سيقوم بتحميل الدرس عندي في الحاسوب طبعا موضوع التحميل لو اردت ان انزل اي ملف من الانترنت فيجب علي ان اجد لين تيليشارجي او لين تحميل او لين داونلود طريقه التحميل ليست ثابته يعني اقول لك لو اردت ان تنزل اي ملف من الموقع تبحث عنه تكتب كذا كذا وتضغط بالانتري وتنزل كذا كذا وتذهب الى المكان الفلاني وتنزل لا الموضوع كبير جدا يعني كل موقع وكيفيه الطريقه التي يعطيك كي تقوم من خلالها بتنزيل الملفات ونحن يصعب علينا أن نتحدث عن كافة المواقع الموجودة في شبكة الإنترنت. دروس اضغط على لين تنزيل أو درس كولون دو لين تحميل ونرى ماذا سيكون 88% بدأ التنزيل مباشرة لم يسألني هل سأحفظه أو لا أنا هذا في الجوجل كروم document بوتون ديفلوبي منيو مفهوم اللغة document focalise مفهوم بوتون ديفلوبي منيو numéro de page édition 1 عندما ضغط على تحميل barre oblique 6 بوتون زوم arrière niveau 2 بوتون زوم بوتون ajuste بوتون faire بوتون télécharger بوتون imprimer في الجوجل كروم لأن عندي الجوجل كروم والذي يفتح الفيشيات PDF بوتون autre cliquable بوتون vignette de la بوتون vignette بوتون 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 page région إطار الدرس علم النفس اللغوي لو تحركت ماج اف فينيت امبريم تيليشارجي بوتون تيليشارجي لو اردت ان اقوم بتنزيله في الحاسوب عندي نجرب تيليشارجي قال تيليشارجي انريجستري سو ديالوج طيب انريجستري سو ديالوج شاشه الحفظ التي كنا قد رايناها في دروس الوورد انريجستري سو ديالوج تيب ليست ديرولون دو دوكيومون ا دو باك ربا استيريسك بوين بي دي اف ريدويل بلس فيشي بي دي اف و تا بار دوتي ماسكي لي دو انريجستري بوتون ال اني لي بوتون بار دوتي دو باندو سوبيريور بار دوتي جوسكا سو بي سي الت بلس او بوتون ادريس تيليشارجي chargement barre d'outils tous les emplacements bouton partager c'est ready boxé nom du fichier liste déroulante réduite édition alt plus n sélectionnée philosophie bac 1 pdf philosophie bac 1 pdf échappe document bouton télécharge طيب نغلق بكنترول دبليو كي نغلق اللونجلي المفتوح دروس ماده الفلسفه الثانيه باكالوريا ناقص ريشيرش جوجل طيب كنترول اوريجين تيتر نيفو 1 لين ريشيرش ريجون ريك ريشيرش اسباس كنترول ا دروس ماده الفلسفه فيد نمسح نون سيليكسيوني نبحث مثلا عن تاريخ المغرب اونتري تاريخ المغرب فرونسي ثم حرف اش مود ريش برينسيبال ريجون كليكابل كليكابل تاريخ المغرب ناقص ويكيبيديا تيتر نيفو جميل جدا ويكيبيديا كنترول اونتري كي نفتحها في اونجلي مستقل فيزيتي ثم كنترول تاب تاريخ المغرب ناقص ويكيبيديا ناقص طيب ويكيبيديا موسوعة شهيرة جدا ستجدون فيها مجموعة من المعطيات ومجموعة من الملفات برينسيبال ريجون ومجموعة من تيتر نيفو تاريخ المغرب من ويكيبيديا انا في بداية الصفحة وانزل بالاسم اذهب الى لين اذهب الى البحث لين لين اذهب الى التنقل اذهب الى التنقل نضغط عليها كي لين اذهب الى البحث لين 99% لين المغرب الكبير في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تابلو دو 13 لين كولون لين تاريخ المغرب لين 2 تاريخ المغرب لين 3 لين جرافيك شعار لين الفينيقي يسكنها لين الهيمة تعتبر لين ستتع فيما بعد نافيغاسيون ريجيون محتويات تيتر نيفو 2 نحن في محتويات نرى ب ليست دو 13 ليمون لين العصر الحجري لين 2 العصر الحجري السفلي ليست اور دو ليست لين 7 الحضارات الاسلامية
الإسلامية بالمغرب. نضغط بالأنتخي سيأخذني للحضارات الإسلامية بالمغرب. سبع الحضارات الإسلامية بالمغرب. بيان. تيتر نيفو 3. الفتح الإسلامي. تيتر نيفو 2. الحضارات طيب. الإسلامية الإسلامية بالمغرب. كيف يمكن أن أحفظ هذه الصفحة؟ يعني أريد أن أحفظ هذه الصفحة. عندي طريقتين. لو كنت أريد فقط جزء من النص من المقال أو جزء من الصفحة بإمكاني أن أقوم بالتحديد. مثلا أحدد فقرة تيتر نيفو 2. الحضارات الإسلامية. الحضارات الإسلامية بالمغرب. أحددها كما أحدد أي نص بحيث أقف على الأوريجين. ألف. ثم شيفت وأنا أنزل بالأسهم. الحضارات الإسلامية بالمغرب يعدل. سيليكسيوني. الفتح الإسلامي. سبع. المقالة الرئيسية. تاريخ المغرب الإسلامي. سيليكسيوني. المغرب الكبير بعد ثورة البربر 39. سيليكسيون. بدأ الفتح الإسلامي للمغرب في منتصف القرن السابع الميلادي. اللغة العربية تم تنظيم في القيام واعتنق قلب الإسلامي ثورة في عام بين القرن في عام سبع من فرد عدة حاليا مع الطوائف الإسلامية. الآن حددنا. نفترض أننا حددنا النص الذي نريده. كنترول سي. كوبي دون لو بريس بابي 1325. بعد ذلك نذهب إلى سطح المكتب. فولدر فيو. وإلى الوورد. دبليو. وورد 2016. أونتخي كي نفتح برنامج معالج النصوص. دوكيومون. ها هو النص مفتوح. دوكيومون مايكروسوفت. بإمكاني أن أكتب أن أنسخ ما لصقته. كنترول في. كولي. كنترول أورجين. كولي. الحضارات الفتح الإسلامي 700 عدل. يمكن أن أزيل هذا السطر. أورجين وشيفت وفاء. الفتح الإسلامي. غوتو شاريو. الحضر. المقالة الرئيسية. تاريخ المغرب الإسلامي. المقالة الرئيسية. المقالة حتى المقالة الرئيسية أحذفها. ألف. أورجين ثم شيفت فاء. المقالة الرئيسية. غوتو شاريو. البورسان 19% حتى هذا الرقم. بورسان. هذه هذا رابط لصورة كان ربما في الموقع. شيفت فاء. بورسان 19% غوتو شاريو. أحذف الأسطر الزائدة. المغرب الكبير بعد. كبر. حتى كبر أمسحه. كاف. أوريجين شيفت فا سيليكسيوني غوتو شاريو المغرب الكبير بعد ثورة البربر 39 39 رقم الإحالة لأن المقالة طويلة وفيها إحالات في الصفحة. بدأ الفتح الإسلامي للمغرب في منتصف القرن السابع الأدنى جديد نقطة 42 43 نوفلين. أنتخي أنتخي مرتين ثم نرجع إلى الصفحة. تاريخ المغرب. تاريخ ونرى فقرة أخرى. الفتح الإسلامي 7 ثورة البربر 7 الدولة البرغواطي سلالة الإدريسية عد دولة نكور عدل الدولة المغراوية الدولة المرابطي الدولة الموحدية عدل عدل الدولة الموحدية ألف. نسخ دولة الموحدية الدولة في بداية بقرية تن المرابطة بقيادة عبد. نفترض أننا حددنا نص كبير. كنترول سي كوبي دون لو بريس بابي الدولة الوورد دوكيومون دوكيومون ثم نقوم بلصق النص المحدد. كولي كولي. بهذه الطريقة أكون قد قمت بحفظ الأجزاء التي أريدها من الصفحة في معالج النصوص الوورد أو البلوك نوت أو أي برنامج محرر للنصوص. أقوم بالضغط على كنترول إس كي أقوم بحفظ هذا النص ويبقى فيه كل المكتوب الذي أخذته من الإنترنت. بإمكاني أن أقوم بما شاء الله لي أن أقوم به من عمليات النسخ واللصق في هذا النص. أغلق بألت إف 4 ولا أحفظ النص. ميكروس ne pas enregistrer bouton alt puissant تحركت بطاب ثم اسباس اسباس. تاريخ المغرب. بإمكاني أن أقوم بحفظ هذه الصفحة كاملة بحيث أنني أفتحها عندما أريد حتى وإن كنت غير متصل بشبكة إنترنت من خلال إما الضغط على كنترول بلس اس وهو الاختصار الأفضل. Enregistrer sous dialogue. Nom du fichier. Liste déroulante réduite. Édition alt plus n sélectionné. تاريخ المغرب ناقص wikipedia.html. طيب هذه الصفحات ستحفظ بصيغة الـ HTML لكن سيحفظ معها مجلد أو مجلدات كثيرة خاصة بموقع ويكيبيديا. يعني مجلدات التي فيها الصور فيها الملفات الخاصة بالستايل الخاص بهذه الصفحة ومجموعة من الأمور الأخرى. في أي مكان ستوضع هذه الصفحة نضغط على NVIDIA Plus G ثم حرف O دوسي تيليشارجمون. في دوسي تيليشارجمون نضغط بالأنتخي يعني كي نحفظ. يمكن أن نغير صيغة الحفظ من خلال الضغط على طاب تيب ليست ديرولانت باج ويب كومبليت asterisk.ht صفحة ويب كاملة بالروابط وبالستيل وبالصور وإلى آخره. كافة المعطيات التي أراها هنا ستكون عندي مخزنة على الحاسوب وبإمكاني أن أفتحها وأدخل إلى هذه الصفحة دون الحاجة إلى الإنترنت. لكن لو ضغطت على أي رابط من الروابط الموجودة في هذه الصفحة فسيفتح لي صفحة أخرى ويقول لي يجب أن تكون متصل بالإنترنت. يعني هذه حافظة للصفحة كاملة فقط. نرى الصيغ الأخرى. ديفلوبي.
بالأسهم الأسفل قال ديفلوبي تيب ليست باج ويب ان سول باج ويب كومبليت باج ويب ان سول فيشي استيريسك بوين ام اتش تي ام ال هذا ان سول فيشي يعني في داخل ملف واحد فقط وليست صفحه كامله يعني لا اعرف الفرق بينه وبين الباج كومبليت ربما سيضغط كافه المعطيات في ملف واحد باج ويب اتش تي ام ال uniquement استيريسك بوين اتش تي ام ال استيريسك بوين اتش تي ام قال صفحه ويب uniquement باج ويب ان سول باج ويب للاسف من المفروض باج ويب ان سول باج ويب حتى البي دي اف يمكن ان احفظ هذه الصفحه بصيغه البي دي اف لكن ربما نحتاج إلى إضافة تثبت في الجوجل كروم نحفظها أنسل باج ويب أنسل فيشي أستيريسك يعني في ملف واحد أنتري ونرى ماذا سيحدث باج ويب أنسل فيشي أستيريسك بوين ام اتش تي ام ال إليمان دو ليست سيليكس ثم انرجستري سو ديالوج انرجستري بوتون الت بلس مسافة اسباس تيليشارجمون تيرميني تاريخ المغرب ناقص ويكيبيديا بوين ام اتش تي ام ال أبويي سو ماج بلس اف 6 بور أكسيدي على زون دو لا بار دو تيليشارجمون ويقول لك اضغط على ماج زائد اف 6 كي تذهب إلى منطقة التحميلات ماج بلس اف 6 يعني شيفت زائد اف 6 بار دو تيليشارجمون جروب تاريخ المغرب ناقص ويكيبيديا بوين ام اتش تي ام ال جروب تاريخ المغرب ناقص ويكيبيديا بوين ام اتش تي ام ال بوتون تاريخ المغرب يعني هذا ملف حملناه نضغط على طاب منيو اوبسيون بوتون منيو اوبسيون ثم اسباس اسباس منيو سيليكسيوني سو منيو ouvrir 1 sur 3 toujours ouvrir les fichiers de ce type sélectionné non cochette 2 sur 3 affiché dans le dossier à 3 sur 3 عرض داخل المجلد كي نذهب الى مجلد التنزيلات ونرى هذا الملف ادخال بار دو تيليشارجمون جروب تاريخ المغرب ناقص و تيليشارجمون فنتر في ديليمون ليست aujourd'hui groupe développé تاريخ المغرب ناقص wikipedia.html assurance نقوم بتوقيف شبكه الواي فاي مود افون اكتيفي الطاب تاريخ المغرب تاريخ نغلق جوجل كروم téléchargement fenêtre نضغط على entrée كي نفتح onglet fichier grille de bouton vue d'élément تاريخ تاريخ المغرب ويكيبيديا ونرى ماذا سيحدث comment voulez-vous ouvrir ce fichier dialogue ملف téléchargement fenêtre تاريخ comment voulez-vous ouvrir ce fichier كيف سنتعامل مع الملف هذا الملف قال كيف تريد ان تفتحه comment voulez-vous ouvrir ce fichier يعني dialogue focal بماذا سافتحه comment voulez-vous list internet explorer internet explorer microsoft edge edge rechercher une application micro عندنا برنامجين انترنت اكسبلورر ومايكروسوفت مايكروسوفت ايدج يمكن ان اختار الايدج مثلا او ريشيرشي ان ابليكاسيون دون لو مايكروسوفت ستور بلو دابليكاسيون بيان سيليكسيوني برنامج اخر لا ندخل في هذه المثال مايكروسوفت ايدج مايكروسوفت ايدج ليست مشكله ايكوني فوكاليزي انفيزيبل تاريخ المغرب ناقص ويكيبيديا تاريخ المغرب ناقص ويكيبيديا ناقص بروفيل انتيرا مايكروسوفت ايدج فنتر برينسيبال ريجون تيتر تيتر نيفو 1 تاريخ المغرب من ويكيبيديا لين اذهب الى التنقل طيب نتحرك برؤوس المغرب الحضارة العصر الحضارة المستيرية عدل القسم الحضارة المستيرية طيب ننزل لاخر صفحة انفورماسيون سور لو كونتينو ريجون ليست نتحرك بالروابط شيفت وحرف ك ويكيميديا فوت ليست دو سيت اليمون بيان تعريف الارتباطات احصائية المطورون النسخة للاجهزة اخلاء حول ويكي سياسة ليست دو ديزيل برخصة المشاعر الابدا نافيغاسيون ريجون ليست دو ديزيل اليمون لانتيغي الصينية ادو هذه اللغات الخاصة بالويكيبيديا نافيغاسيون ريجون ليست دو 8 اليمون عنصري ويكي بيان استشهدوا بهذه الصفحة معلومات الصفحة وصل دائما الصفحات الخاصة رفع ملف تغييرات ذات ماذا يصل هنا نافيغاسيون ريجون الميدان مساعدة تواصل مع ويكي نافيغاسيون ريجون مقالة عشوائية حمل صفحة عشوائية الشيفت اكسل بلس 6 نضغط على بوابات لين مقالة عشوائية اونتري شارجمون تيرميني تيتر نيفو 1 فونيت با كونيكتي جميل قال انت غير متصل بالانترنت وبالتالي فتلك الصفحة محفوظة عندنا في الحاسوب بهذه الطريقة الى هنا نكون قد انهينا تسجيلنا وشرحنا لهذا اليوم موضوع الابحار عبر شبكة الانترنت تلزمه دورة خاصة ومفصلة اتمنى ان يمدني الله عز وجل بالعمر كي استطيع ان اوفي هذا الموضوع حقه وصراحة منذ 2017 وأنا أفكر في هذا الموضوع ولا أعرف من أين أبدأه وكيف أنهيه تعوزني إليه المنهجية وأتمنى من الإخوة الذين يستمعون لهذه الشروحات أن لا يبخلوا علي بالتعليقات والتوجيهات فيما يتعلق بهذه الدورة دورة كيفية الإبحار على شبكة الأنترنت لأنني أفكر كي نقوم بإنجازها داخل قناة كوكب التقنية لا نزال مستمرين معكم من خلال التسجيلات المقبلة التي ستتمحور حول التواصل من خلال البريد الإلكتروني إلى ذلك الحين دوموا بخير وعيدكم مبارك سعيد مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.